وانطلقت الان الجهاد في شوطها الرابع على هدية سمو الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز. هذا الشوط لجهاد وافراس الانتاج السعودي عمره 4 سنوات فاكثر، شوط مفتوح درجات وعلى مسافة 2000 متر. قيمة الجائزة، الجائزة الاولى سيارة هونداي توسان موديل 2007 و 60000 ريال من الثاني وحتى الخامس، وبمشاركة كل من شاطي وقاطع ومقام العز والمهود والكلف وشوقان ومتكلف وغالي معلة والهرفيل ووذنان وبرق الرياض وهي والمساهم والحمراني وذهبي والخليل وحشمان وورد الرياض والصدارة لبرق الرياض أو بالأحرى لورد الرياض في المركز الأول، المركز الثاني لغالي معلة، الثالث لبرق الرياض، مقام العز في المركز الرابع في هذه اللحظات، والصدارة لورد الرياض في المركز الأول وهو المرشح الثالث في هذا الشوط، متابعة من غالي معلة في المركز الثاني، وأيضا متابعة مقام العز وأيضا الكلف في هذه الأثناء في المركز الثالث، والصدارة لورد الرياض بن الفحل الظافر متقدم في المركز الأول، متابعة من بقية الجياد التي ستجتمع وستقترب فيما بينها البين مع دخولها لمنطقة المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، والصدارة لورد الرياض متقدم بقيادة الخيال محمد الفهيد. ورد الرياض في المركز الأول وتقدم قوي من قبل الكلف من الخارج في هذه الأثناء مع تقدم غالي معلة، وتنافس مثير ما بين ثلاثة جياد على احتلال الصدارة. غالي معلة للصدارة الآن في المركز الأول، غالي معلة يبتعد وتقدم أيضا في هذه اللحظات من ذهبي من الخارج، ذهبي يتقدم ومن الداخل غالي معلة، غالي معلة وذهبي ودخول ثنائي، سيتم الاحتكام إلى كاميرا خط النهائي لتحديد